ذكريات الملعب التاريخي ملعب 974، صحيح، الحاويات اللي تم من خلالها انشاء هذا الملعب، وقالوا ان بعد البطوله الملعب هيتفك ويبقى اهداء. هل تم تقليص عدد الجماهير؟ امكانيه اقامه المباراه من تاني على هذا الملعب بين الاهلي وباتشوكا المكسيكي؟ فكره ملعب 974، شوف فكره ملعب 974 انه هو ليس فقط ملعب كره قدم، للعلم يعني يمكن الناس اللي متابعين كره القدم فقط يعتقدونه هو للمباريات فقط، لكن 974 من بعد خروجه من بطوله كاس العالم تقام عليه العدد من الفعاليات، الاحداث، المناسبات الخاصه، فهو دائما كان في حاله تشغيل. فكرة إعادته حاليا لكرة القدم مع مثل ما قلنا عودة سنتين أو مناسبة سنتين من كأس العالم، حبينا أن ندخل الناس في الأجواء. كانت استفسارات كثيرة عن ملعب 974، واللي ما كان له فرصة أنه يحضر في ملعب 974 خلال كأس العالم، بالإضافة أنه خلال بطولة كأس آسيا الأخيرة ما كان من ضمن الملاعب المختارة في البطولة، فارتأت اللجنة بالتنسيق مع الاتحاد الدولي أنه يكون أيضا الملعب موجود. إن شاء الله بكرة راح نشوف الجماهير الهوية تزين الملعب بالإضافة إلى جماهير باتشوكا. بإذن الله راح نشوف ليلة من ليالي كأس العالم يا رب. إن شاء الله بإذن الله.